اقحام يهودي في مونريال يقول بأن الله حرم على اليهود بناء دولة وأن دولة إسرائيل ضد اليهود، فكيف إذا كان هذا بالقتل والتدمير؟ According to Jewish religion, all of this is criminal. All of this is forbidden. Basics of Jewish belief teaches that Jews are in a divinely decreed exile. We are even forbidden to create a sovereignty for ourselves. But especially when this is by killing, stealing, oppressing an entire people. This is not only criminal according to international law. This is a true violation of Judaism. And still, those people who choose not to follow Judaism misuse that very same religion to justify all those crimes forbidden in Judaism. The root cause is this criminal occupation which is oppressing. أصل المشكلة، أصل الجريمة، أصل هو الاحتلال كما يقول هذا اليهودي المنصف، ويقول أن الدين اليهودي لا يأمرهم بذلك، بل أن الدين اليهودي يأمرهم بأن لا يسكنوا فلسطين، وأن هؤلاء الذين يقومون بهذه الأعمال باسم الدين اليهودي هم يخترقون اليهود الدين اليهودي كما اخترقوا القانون الدولي. حقيقة هناك مجموعات كبيرة من اليهود وأعداد معتبرة منهم رجالا ونساء علمانيين ومتدينين يعترضون على ما يحدث، وتجدهم يقفون لبعض الغربيين وفي مناقشات ومجادلات، وأنا شفت كثير منها، هم الذين يسكتون الغربيين لأنهم لديهم قوة في الجدال وفي إظهار حقيقة هذا الكيان الغاصب، يقولون نحن يهود لا تستطيعوا أن تزايدوا علينا باسم معاداة السامية أو معاداة اليهودية أو غيرها.